والله الأسباب الرئيسية هو في العنف هما التجاذبات السياسية أول حاجة، خاصة المجلس التأسيسي. هو العنف منين خرج؟ خرج مجلس التأسيسي. هذو الناس انتخبناهم باش يصلحوا لنا الوضعية نتاع البلاد بعد ثورة هكا ولا لا؟ كي تشوف القصاص وجماعته بوم بوم والعار وكل شيء، شوف هذو الناس تعارك على الكنيسة، ما بالك الزوال أثرت على نفسيته. هي بالنسبة للعنف خاصة ظاهرة العنف ما بعد الثورة هي ظاهرة عرفتها جميع الشعوب ما بعد الثورات. الثورة الفرنسية وقت ظلت عام 1798، بعد الثورة الفرنسية ظلت فرنسا مدة أكثر من 35 سنة تبحث على دستور لحماية المواطن والوطن في حد ذاته. هذه غريزة في طبيعة الإنسان. الإنسان بحكم أنه إنسان متسلط ويطمح دوما إلى السلطة، فإنه أسهل طريقة للاكتساب هذه السلطة هي العنف. الحل الآن هو في إرساء حكومة جديدة في هذه البلاد تأخذ هذه البلاد من الأزمة الحالية إلى مستقبل واعد ومشرق بحول الله. أنا مش أنا كهوت عنفت من بابا، مش من بابا كهو، من أمي، من برشا من ناس أخرين. علاش حطيت من بابا؟ على خاطر أبوه هو اللي حرق بنته اليوم، دونك حبيت نقول اللي أنا زادة راني تعنفت، ويلزم الناس الكل نقولوا اللي احنا تعنفنا على خاطر يلزم هذية الكل يقف. أثر علي كما أثر على برشا عبيد أخرين. نتصور أني التوينس ان جنرال عنا بوكو دو كومبلكس. أنا بيرسونيلمون سي كومبلكس جو ليزي من الصغر متاعي، على خاطر جيتي فيولونتي إنورميمون بامال دو فوا. معناتها كما تلاحظوا انه تم تفاقم ظاهره العنف بعد الثوره وبعد الثوره وبعد السير كله، في برشا تصور في برشا اسباب، معناتها في اسباب نفسيه، في اسباب انه الضغط الكبير اللي قاعد صاير. لكن زاد نلاحظوا انه نتصور انه كان موجود قبل لكن ما كانش مكشوف عليه. ما نتصورش اليوم العنف ضد المراه والعنف ضد الاولاد الصغار والعنف ضد البنات الصغار والعنف ايضا ثم انواع اخرين قاعدين نخدموا عليها، مثلا العنف اللي قاعد يتسلط على الخدامة وخاصة النساء في قطاع النسيج كان كله موجود، لكن نظرا لوجود إرادة سياسية باش تغطي كل شيء ما كانش الوصول للمعلومة هذه صحيح سهل. لكن زاد ما ينفيش انه اليوم حتى اللي قاعدين نلاحظوا فيه ما نتصورش قاعد يغطي في الحجم العنف اللي موجود، سواء اللفظي سواء العنف الجسدي سواء العنف في الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة. لكن أيضا أما ظاهرة جديدة وهذا قاعدين نجاوب فيها حتى في حديث، هي العنف في الأماكن العمومية، في العنف في الإسباس بوبليك، وهذا ثم خدمة كبيرة لازم تخدم سواء مجتمع مدني سواء أيضا للسلوك وليزانتروبولوك في تونس لازم يخدم على الظواهر هذه، لأنه إذا كان مش تواصل كفاك ما نجموش معناتها ما نجموش نكملوا ننظروا بتفاعل القدام إذا كان نخليه ونغطيه على مثل هذه الظواهر. صعيب و تري كومبلكس، معناتها يصعب الإجابة هكا في دقيقة شنو هي أسباب العنف وعلاش العنف موجود. هو العنف من قبل موجود، لكن بعد الثورة ولا واضح أكثر ولينا نتكلموا عليه أكثر ولا أكثر ميدياتيزي، وفما زاد ما نعرفش يظهر لنا الأسباب متعدة كما قلت. اليوم المجتمع التونسي لي كيستيوني اون بروفوندور في برشا حاجات، في مبادئ وفي انتظارات وفي واقع وفي فهذه الكل اللي كيستيوني فيه، ومرات في هويته اصلا. سامحني عايزكم نجمش نتصور. العنف يعني موجود فيها انواع من العنف، ساعات فما انواع عنف جسدي وعنف لفظي وفما برشا انواع، سورتو العنف اللفظي يعني سورتو بعد الثوره كل شيء، ولات فما برشا عنف سورتو يعني حتى بين الشعب بين بعضهم، فما برشا عداوه يعني ما عادش فما حتى حد يحترم الاخر، فماش اوكان ريسبي، فما حد شيء يعني. نقول العنف مش باش تنحى تو، على خاطر ما نجمو نقدمو نحيو العنف الا ما تصير ريفوليسيون في المخ. لازم العباد يوليو واعيين، وين باش تصير ريفوليسيون في المخ؟ هي عند الصغار. دونك نبداو بالصغار نوعيوهم ونعلموهم كيفاش ابسط حاجه، معناها العنف ضد الطبيعه، معناها تشوف تو كيفاش الدنيا مسخه. نبداو ابسط حاجه هي الطبيعه، وثاني حاجه نعلمو العباد كيفاش يمشي في الكياس. صغار من الصغر نعلموهم كيفاش يمشي في الكياس، كيفاش يقصوا الكياس. ذيك انا عندي زيد عنف كهو في المخ، ريفوليسيون في المخ. العنف قبل كل شيء هو عقلي، يعني كنا متفاهمين اي حسب ما نتصور، معناتها راه كنا مكبوتين قبل الثوره بيان سور، ما كانش عندنا تاسيس خايد لي بارتي تو، اللي ما كناش نجمو معناها ما عادش حتى نحكيو بينات بعض، حتى باش نتكلموا ولا نتحاور ما كناش معناها عندنا الحق بيزوما. كي تو واحد يقبرت لي بارتي الوغ باش يفايكزاجيري بيزوما، معناتها باش يكثر، معناتها
سيل فاصون بيس ليميت نتاع الفيولونس معناتها هذا السبب هذه الاصل يرجع لك عقليه معناها عندنا اللي هي زعما تتبدل يعني غالبا اذا كان نحبوا في زمان نقدموا معناتها كحل معناتها هل يلزمنا نحكيو بينات بعضنا صديقنا تكون كتعليم التونس معناتها الديكاسيون نتاعنا من احنا صغار لا لي بون الجيل نتاعنا صيفط فيه الفوت مي نحكي كاجيال اخرى معناها اللي جاي ورانا اما ما نعيشوهمش فرت سيتياسيون اللي احنا نعيشو فيها توا اي العنف اللفظي والله يقلق برشا سيرتو في الشارع كي يبداو يتعدى واحد مع فاميلتو مع ابوه قاعده الاولاد تبدا تحكي كلام زايد في ميم البنات ولاو زاده يحكيو كلام زايد وقت ما عادش يقدروا معناتها بالنسبه لي انا الحل يعني الناس كل تراجع ارواحها ويقدروا مثلا كيما يتفكر وقت يتعدى على باش يحكي قدام بنيه يفكر هذيك اخته ولا امه باش يراجع روحه شويه اكثر برشا العنف شوفوا العنف في الستادات العنف في الليسيات العنف في الشارع العنف اللفظي العنف المادي البركاجات كثرت بارتو في تونس الكل وهذا كله على خاطر الامن مش قاعد معناها الامن مش كابس بالقداء اول حاجه كثر العنف على خاطر يمكن العباد كلها كانت تحس في روحها معناها فاهمه المفهوم الغلط للحريه معناها فاهمين الحريه احكي اللي تحب وما يكبر في عينك حتى حد فهمتني والتونسي صدى بيده ولا معناها اجريسيف شويه معناها بعد الثوره ولت الناس كلها تحس في روحها هي الاولى وهي الاخره شو الضغط زيادة ستريس ستريس نتاع الشارع في السيركيلاسيون في الكار في كل شيء تحس الناس كل تحسها تمسها تسمع حسها الحل ساعة البال هذاك هو كل واحد يعني يشوف روحه اللي هما يحمش العنف حتى تحس الناس كله كا خطورة لو ساعة بال تنحم عند اللعبة على ذاك ولت القوة ولا العنف ولا الدنيا كل معناتها فسدت الدنيا من العباد خاطر الاخلاق ما عادش فما وسع بال العبد كان قبل يوسع باله توا ستريس اللي نعيشه فيه ما عادش حتى حد ما يجم يوسع باله هو العنف هو ظاهره معناتها كثرت برشا في وقتنا توا سيقو بعد الثوره انا راه ما نعرفش انحلال سياسي بس كان فما معناتها نقولوا احنا البوليس السياسي كان يخوف برشا توا ما عادش فما فهمت ولا نورمال معناتها طفل يكلم طفله يضربها عادي تجي تحكي معاه يقول لك برا اللي تحب عليه هم اللي يظهر لك فهمت ولا راه مشكله معناتها صرتو في مجتمعنا توا في تونس ما نعرفش شنو السبب يعني قلت انا معناتها سياسي ممكن اكثر الانتوراج اللي تعيش فيه الانسان فهمت الحل باش نقول لك حلول ولا شو نقول الحل يمكن التربيه هي يكون انسان زاد في حكم واحد تربيته كيفاش فهمت انسان ينجم يقول لك يعديها معناتها الحكايه كي يكون انسان على الاقل الحكايه كبش عرفت يسمعك ما تكره يوصل حتى للعنف فما عنف لفظي عنف مادي فهمت ان شاء الله ربي يجي في الافا وكا سي سام بون بعد الثوره لاحظنا باللي ظهرت العنف كثرت برشا كل سوا عنف لفظي والا مادي والا عشان خاطر الاسباب بون عندنا برشا اسباب تنجم تكون اسباب سياسيه ولا اقتصاديه تنجم تكون زيادة بتالة في الشارع كثرت على خاطر العباد فهموا الحريه بالغلط وما وفي الفامي كثرت على خاطر نحن في مجتمع ذكوري باش ما نهولوش موضوع نحن في مجتمع ذكوري معناتها نورمال الطفل يمشي مع الطفله ويقدم مع الطفله اما الطفله حرام وما يجيش وهي تتحاسب والطفل ما يتحاسبش جوفوها معناتها الحل انه نحيو شويه عنصريه نحيو شويه عنصريه انه هو مجتمع ذكوري والطفل اللي يعمل والطفله لا ودرشنا وان نحن ما نبدلوا نظرتنا للحريه انه وين تبدا حريتنا تفى حريه غيرنا طيب بالنسبه للعنف هذا ما كانش متجذر في بيئه المجتمع التونسي لكن بحكم هالشيء اللي صار الكل فهمي ولا خلى الناس تخرج كل ما هو كبت وكل ما هو انغلاق على الذات والطبيعه العدوانيه في التونسي فهمني ولا كان ضربها بن علي خرجت بكل اسف فهمني كنا نجم كاناليزوه المواطن التونسي وتمشي هذيك في مجال ابداعي في مجال تطوير البلاد تطوير المجتمع فهمني ولا وخدمه البلاد واعاده بناء الجمهوريه الثانيه لكن بكل اسف اللي صار هو العكس كيفاش باش نجمو نصلحوه نجمو نصلحوه سهله برشا احنا عندنا كوادر ما شاء الله علماء اجتماع علماء نفس مغيبتهم الطبقه السياسيه اللي تحب تستاثر بالكعكه الواحده لو كان يرجعوا للناس هذوما ان شاء الله بقدره ربي يعني نقدروا نصلحوا المجتمع التونسي ونرجعوا نفسيه التونسي كيف ما كانت